في جلسة على هامش الدورة الاستثنائية 31 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي خصصت للقاح الروسي سبوتنيك في، وزير الصحة الروسي دكتور ميخائيل موراشكو يؤكد بأن اللقاح هو الأول الذي تم تسجيله في العالم وسيتم توزيعه في روسيا وكثيرا من البلدان. بموجب قواعد الطوارئ المعتمدة خلال جائحة كوفيد-19 يمكن استخدامه لتطعيم السكان. سنزيد إنتاج اللقاح في روسيا والعالم. لقد تم إطلاق التجارب السريرية والتسجيل في 25 من أغسطس 2020، وتضمنت أكثر من 40,000 تجربة سريرية تم إجراؤها في روسيا وبيلاروس والهند والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، وقد تمت مناقشات التجارب السريرية في البرازيل ودول أخرى. ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا كشف عن مدى تفاعل بلاده مع الأمم المتحدة ودعمها لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة الخاصة بالتصدي لجائحة كورونا. اتخذت روسيا إجراءات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة من أجل الحفاظ على حياة الناس وصحتهم، وبناء على الخبرة العلمية والصناعية والسريرية لقد طور بلدنا بشكل صحيح مجموعة من أنظمة الأدوية واللقاحات لاكتشاف العلاجات ومنع انتشار الفيروس المستجد، بما في ذلك اللقاحات الأولى المسجلة في العالم والتي ستكون رائعة. مركز غاماليه الوطني للأوبئة والأحياء الدقيقة ركز على أن آلية لقاح سبوتنيك في تعتمد على منصة نقلات الفيروس، وأنه من غير الممكن الإصابة بالعدوى بسبب تلقي اللقاح، وهو يتميز بسهولة التخزين ولا يحتاج إلى حرارة منخفضة جدا كما هو حال بقية اللقاحات، مما يسهل من عملية توزيعه بتكلفة مقبولة. منظمة الصحة العالمية اعتمدت لقاح سبوتنيك في على لائحتها كجزء من برنامجها كوفاكس الذي يطمح لتوزيع اللقاح حول العالم، فيما تتعهد موسكو بالعمل مع الأمم المتحدة من أجل إيصال اللقاح لكل بلدان العالم بما فيها الدول النامية والفقيرة. نادين ساندرز، RT، من أمام مبنى الأمم المتحدة نيويورك. حذرت الأمم المتحدة